بشغف كبير تتهيأ الفرق المشاركة جدية في التدريب، توحي بأن النسخة الثالثة التي ستنطلق مراحلها النهائية يوم السبت المقبل ستشهد مستوى تقني جيد. بالنسبة لنا من ساعة الاستعداد بدأنا باستعدادات مبكرة وحصلنا على بطولة المملكة العربية السعودية للبراعم وخلال الأسبوع الماضي، والآن بدأنا استعدادات لهالبطولة وإن شاء الله نقدم نتائج تعكس مستوى كرة السلة في السعودية. السن هو ديما تيكون أقل من 12 سنة، يعني أصغر فئة تقريبا كاينة متواجدة في الفئة نتاع كرة السلة، والأهم حاجة هو أن نفتحوا على تجارب أخرى، نشوفوا مستوى ديالنا الوطني مقارنة مع منتخبات أخرى. النسخة الثالثة هذه تعرف حضور كل من السعودية، الكويت، فرنسا، الجزائر، مصر والمغرب، فرصة سانحة لكل المشاركين من أجل تبادل المعارف والثقافات وبالدرجة الأولى تطوير إمكانياتهم في رياضة كرة السلة. وفايتينا وما طوال كلش لي بيفو عندهم مزيان، حنا ولكن ان شاء الله نفوقوا نديوا حنا الاولين. Bah, je pense qu'on doit, on doit encore un peu travailler, mais voilà, on va se battre et on va essayer de gagner. يعني نلعب مع بعض، نروح نسبح، نلعب سلة خارجية، تعرف نلعب مع بعض زي كذا. الدوري الدولي مولاي الحسن في كرة السلة أضحى إذن يشكل موعدا هاما في أجندة الفئات الصغرى، لكونه يمنح فرصة اكتساب التجربة والاحتكاك أكثر بالميادين مع الانفتاح على باقي البلدان المشاركة. انتقل